من شهر نوفمبر 1000 وحدها مسجد المبايعة بعالم. مناسبة للوقوف على سيرة ومسيرة الرجل الأمير الذي استحق اللقب بجدارة وباحتراف الغرب قبل الشرق، العدو قبل الصديق. هذا الرجل الذي جمع بين السيف والقلم، جمع بين الدين والسلام، الرجل الذي كان شاعرا زاهدا وكان أيضا فارسا مغوارا، ويعني أسس الدولة الجزائرية الأولى بمعناها الحديث، بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية وبمرافقة كريمة من السيد الوزير الأول تم الاتفاق مع مصالح المالية على رفع التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني للأمير عبد القادر بمعسكر.